السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا موقع اختصار روابط لسه جديد، موقع السي في بتاعه عالي، يعني عالي عن مواقع كتيرة قوي، مش هتلاقيه في مواقع تانية. الموقع لسه يعني ما عملش غير مجموع 70 نقرة، مجموع الروابط 76، مجموع المستخدمين 544. الموقع بيدفع على فودافون كاش من 1 دولار، دي حاجة كويسة جدا ومستاهل ان احنا نوصلها. وبقيت البنوك عن من 5 دولار، متهيألي هنخش ونشوف. هنخش على السي بي بتاع الموقع، هنلاقي بيدفع للدول الأجنبية والأوروبية لحد 12 دولار، وده كويس جدا، وللدول العربية 8 دولار، ومن ضمنهم مصر اهو. يعني تعمل 1000 نقرة تاخد 8 دولار، يعني 200 نقرة، 220 نقرة تاخد واحد، لا هيبقى ايه، 200 اقسم 10 على 8. طريقة تسجيل في الموقع، نيجي من هنا. طريقة التسجيل سهلة جدا، بنحط هنا الاسم والايميل والباسورد وقاعة الباسورد، ونحل الكباتشا ونعمل تسجيل كده بقالنا حساب في الموقع. هنخش على الدخول، هنيجي من هنا تسجيل دخول، هنحط البريد الالكتروني وكلمة السر ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. الموقع فيه هدايا كتير، عاملها الموقع كويسة جدا، الناس ممكن تشتغل عليه. انصح يعني الناس اللي عندهم قناة يوتيوب واللي عندهم واللي يعرفوا يشتغلوا على اختصار روابط، الموقع ده ممتاز جدا. يعني عندك هنا مسابقات عاملها، المسابقة الاولى بتكسب مايك بي ام 800 هدية، الاول مايكروفون 5 فائزين، الهدية التانية 15 دولار على البير، الهدية التالتة 10 دولار على البير، الهدية الرابعة 5 دولار على البير، الهدية الخامسة 2.5 دولار على البيبال. كل ده على البيبال ولا ايه؟ على البيبال. في حالة فوز سنتواصل معك في الايميل المسجل به ونعطيك الهدية لهذا، اسرع بنشر رابط احالتك في الجروب. ده اللي هيسجلوا الاحالات بتاعتهم. دفع فوري في اقل من دقيقة، ندفع بدون انقطاعات فقط في البداية. كل شخص شرح الموقع ياخد 8 دولار، شرط واحد يتجاوز فيديو 400 مشاهدة. عندما تطلب سحب 5 دولار اعطيك 2 دولار هدية للتواصل على الايميل اهو بتاعهم. يعني كل دي حاجات في الموقع تشجعك ان انت تشتغل على الموقع. طريقة هنخش كده على نشوف السحب في الموقع نظامه. هتيجي من هنا هتخش على الاعدادات سيتنج، ونخش على الاعدادات لازم تملى البيانات دي كلها، بيانات سهلة طبعا عادية بتاعتنا، وبتحط هنا تختار من هنا البنك اللي انت هتشتغل عليه، وبتحط هنا رقم المحفظة، وبتعمل بتدوس قبول عشان يقبل ايه المحفظة بتاعتك، يبقى كده ايه حسابك اتنشط كده في اي وقت تسحب عادي. بص بقى، بيدفع بيبال 5 دولار، بيزا 5 دولار، بيتكوين 5 دولار، بالفيكتم اني 5 دولار، ويت ماني دي ويت ماني 5 دولار، بالفيكتم ماني 5 دولار، باير 5 دولار، بانكي تيو مش عارف ايه ديت 10 دولار، فودافون كاش الحاجة الوحيدة فودافون كاش 1 دولار، يعني ده جميل جدا، يعني تعتبر 5 و10 و1 دولار. طريقة اختصار الروابط سهلة جدا، يعني اي حد ممكن يشتغل عليها. انك انت بتيجي من هنا من فوق خالص، من هنا بتخش كده بتجيب اي رابط الناس محتاجاه عن اي حاجة الناس محتاجاها، وبتحطه هنا وتعمل مثلا نسخ تحطه هنا، بعد كده بتدوس تحت هنا بيظهر لك رابط في الخانة دي، بتاخده كوبي
وتحطه في المكان اللي الناس هتزوره وتدوس على الرابط. تشرح لهم الرابط اختصار الرابط ازاي، لو تقدر تصور لهم صورة مثلا ازاي يخشوا على الرابط بالخطوات وتستفاد انت بالزيارة. كل واحد هيخش على الرابط ويتخطى هيبقى انت كده حسبت لك زيارة. تجمع بقى انت على قد ما تقدر، الفيس مليان والموقع كلها مليانة ناس تقدر تجمع منهم، بس انت ويعني ايه وذكائك في الموضوع دوت. طبعا ان هنا السحب، بتخش السحب من هنا، لما بتيجي توصل للسحب هتلاقي السحب معاك مفتوح، بتدوس اول ما توصل للمبلغ اللي هو مطلوب بتدوس ويزدروم، السحب يوصلك على طول او بينزلك هنا مجرد اللي يفحصوه وبعد كده بيوصلك على طول. وهنا الروابط اللي انت بتبقى مختصرها بتظهر لك ان هوت، ومن هنا الليفر بتاعك، رابط الاحالة بتاعك اهو. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.